السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجستيال داود يالكسود وهذا برامج جارة وأنا واحد لينو أمرح الدور شوين كدلك وعبرامج كان مرتقى وزير كي خورة وزارة الشقة هي أرمها بالشدة الدولة دهير شبلة أحمد عبد الله بشير كان من السياسيين تا دلك سوماليا مرك خورة مدن وزير سود وو حجابة وحمرية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابو سنت هي وهي قالبا وبني عبد الشكور عبد الله احمد شاشا وانا كدوا جي بي هي ورادي على 6 اف ام هذا هو فرح سناي مالته الى صوب وعدا عدا عن مرتكو اهالي برانشتاين سيدات كور مرتو صوماليا مرحلة هذه هذه ما معها وحي قطعه هذه وحي قطعه ديفيكالت هذه الوقت ويو وحال الجوبة حلي ترانسكشن بيو حلي كالبورة الجوبة دورشو ينكي طلقة يا دبو دعي ومحالي هذا لو بارمان فبروري اي دعان دورشو ينكي اي دعان ومحبيني لدورتو دبا يو دعلي سازدرتي توحيا ومدن ايا سعودة حد المجال دبا مدشك سعودة يو محالي رأي قوارد الدلقة حقود وكا دور سوماليا دورشو ينكي هذا سيدي هروح عمودا اللي كسر دوانيس هذا ما مركز الرئيادة وعكيت على ما هذا سياسي بالسوق. وين؟ سنة ولا مركز دورش اللي هذا يو؟ سقاب سجن يو الرماح كوساب سنة إن نظام كدورش هذا اللي هذا يو لجوه شيء وهاي وواحد تاجن. وحنا مودا سنة ولا بين هشيس جوني اللي جاره دورش هذا يضرب الصور كنظام كدورش اللي هذا لها. وكوكي حياة محايتا واحد لسوق بصنية مر والبقى دورش لآدي قلت الصومالي ذا دستور كان مرة مسلمة لك الجروحة وهي دستور مانت البوحة مرة مسلمة وحلي هذا وحاك الجروحة بوانتفايف ونك استغمين ماشي لما هذا البحوج علي هاي حد إلا حد انتقوا مركز الطريقة للغضة وهي رق بضن الصومالي وحقيران بانجلا وحقوق بضن واحد لسوق يسوح كلامها حقوق ما ده اللي هم يسوي إستا. أنت كانوا يقفزين هاي كده. أيوة فور أيوة حقوق يقفزين. حقوق ذي فور فايف أنت حقوق يصير على فور بونتي فايف هاي. بونتي فايف كاس حقي أي لعائن. فايف أنت كم قرمة واحد يسوي إستا. وما نقول بقى إنك لس قفزلوه دورشة إتماله ودبتة إلى عروه ودجيله وحكينا يوم حوي إنترستينا. منك استبعد دروب كليا. نيك من الحبيبين النقطة حن سؤالك حلي الشيخ شريف أرسل وقول أرسل كان بعد أقول ما كل الله يسون نقضي وشيس الروس وقاري وها الجاري ما كان جو معاد الله في ماجن وها إنترستي أو جستو هل سنة بنا يو أركاين ده كاسيل هذا الشيخ ولا ده ملينا حس بيسا ما كان جو يو أركاين إن هل كاس سنة لو قدر يو إنترستي جسو كفيرنا ودنتي سايو قاري واتي دورش أو حطي أسوى هل سنة كل بس حس الشيخ سيدو كلام أسيقنا إدريس دي بيسو في رناي وأتي محلي لحبرة وتدراسي وقوم درسة هذا محمد عبد الله فرماجو أسيقنا وقتنا هذا اللي يسوح يسو ومودة حتى انت لو قلت رأي حتى عن برنامج قولي لكن أي قيحان تحي محلي هذا البرلمان في آخر كسروات أي محلي هذا بسيحانيين إلا هي مدحبينين كراسي بدلا أما هي هذا الدستوري ee hada kala wadaalay ilaa raga helay inay soo siiso sii jooga marka muddo ayman ma jirto marka waxa ay u dhacayeen waxa weeye maalmo qol is qabsanayo doorasho timaado interestiga ninka soo wadaalay siyaasadeed wax dheeraada jir oo dastuurka lagu mashruu lagu madhaxmaba dastuur in xeerar in nidaam madax siyaasadeed jirto oo iska qorin yahay meesha oo isku meel gaar ah qoran laakiin waxa aniga interestiga waxa dhameeyaa ninka sidintiis ma commission ka waayo wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo meesha ee taagnaanay وإن الله دخل ما هو بلاني وكوحي الله اللي بقيت ذكينا وحسيا كمين وين مركز لقاء الله نظام كالدولة هاي أو بسيين أنا كالدولة هان صوماليا ونظام كبرلمانتيري اللي هذا أو أود برلمان كم اللي هاي وحانو قيل إن قوان دورشو أو هل قفي هل عد أي برلمان كيسو قارين أول ديدي نصمرين وان يتو شراك دعاي baydabo sharaaka dhacay oo heshiis laga gaaray darow sharaaka dhacay heshiisadii laga gaarayna waa la qaadan waayay key baarlamaankana waa la qaadan waayay Soomaaliya yey sugeysa inay ka qaadato
talada doorashada la aaday ee horta meesha ugu muhiimsan ee maanta parliamentarian system ka waa wax dastuurku ku qoran waa laakiin ugu ma dhaqmo hadda baarlamaanka waa ka warhelnaa wuxuu saxiixay nidaam qof iyo cuda aqalka sarena waa saxiixay oo baarlamaanka aqalka hoose keliya kuma eko aqalka saraa saxiixay dhibaatada meesha jirta waxaa weeye marka nimanka aqalka sare joogo oo aan taytalkooda ku shaqeynay nimanka taytalkooda aan ku shaqeynay sababtoo aqalka sare waxaa doorteen dowlad goboleed ayaga ayaa matala waxaa la rabaa go-aanada ay qaadanayaan inay daayada dowlad goboleedyada la soo noqdaan oo ayaga ay u qaadaan oo dowladdii maxaa la yidhahda baarlamaanka dhexe iyo dowladdii dhexebana ayaga ay kala qayb galaan oo nidaamka ayaga federalismka noocaas weye waxaa dhacday in shaqadiisii uu gaabiyo aqalka sare waxaa dhacday in loo baahdo marka dowlad goboleedyada madaxdooda in loo baahdo waayo masiir waaye waxa laga hadlayo masiirna dowlad goboleed walba waxay markaasi u dooratay aqal sare wax la yidhaahdo oo baa dowlad goboleedyada baarlamaanka ka jira ayay doorteen nimankii wax matalaayay ayaa waxay gudan waayeen waajibaadkooda xaqiiqay laga hadlaa laba waajibaadkooda oo ay gudanayaan waxaa waaya in ay horta dowlad goboleedyada ay matalaan ay kusoo noqnoqdaan oo go-aanada ay qaadayaan madaxdii ay kala tashtaan ay u qaadaan noocaas ay ahayd ayagii hooshooda way maxaa la yidhahdaa way gudan waayeen waxay danta bidayn in madaxda dowlad goboleedyada oo ayaga laftirkooda u arkaayay in maxaa la yidhaahdaa haddii ay aqalka sare shaqeeyaan in ay dowladda dhexe ayaga aysan awood iyo aqoonin iyo maxaa ay ka helaynin waxay u arkaayeen inay kala qantaalaan qolooyinka aqalka sare nin kasta meeshiisa lagu celinayay aqalka sare maxaa la yidhahda meelihii laga doorto kuma soo noqonaynin jaa marka in maxaa la yidhahdaa ay shaqayn waayso waxyaabaha kalifay waayo hadda waxaa jira marka wax la yidhaahdo maxaa xal ah maadaama shaqadii ay gudan waayeen nimankii loogu talagalay ee aqalka sare ah maxaa xal u ah maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedyada iyo dowladdii federaal baarlamaanka aqalka hoose waxaa lagu matalaa qabiil waxaa lagu matala waa qabiil ma aha dowlad goboleed waa laga soo jeedaa laakiin nin kasta beer oo bishu jooga waa aqalka hoose laakiin aqalka sare wuxuu matala dowlad goboleedu matala inkastoo qabiil kama marno laakiin maanta waxaa loo doortay dowlad goboleed guuda doorantay inta hadda maxaa la yidhay baarlamaanka hoose waxaa doortay qabiilka soomaa doorashada dambe markii la aadahay ana hadda xildhibaankaygo kale tusaala markii soo qaatay beesheegaa doortay anuu meeshii joogaa marka guud ahaan soomaaliya ugu joogaa laakiin gaar ahaan anuu meeshii taagan yahay uu ku matalaa laakiin markii la yidhahdo aqalka sare waxay ku matalaa dowlad goboleedka waa halkay ka dooranayaan xildhibaanada guud ahaan oo dowlad goboleedyada doorto aad iyo aad marka maadaama ay doorteen matalaadii ayaga ay ka rabeen dowlad goboleedyada waxaa loo baahnaa baarlamaanka oo tusaale ahaan hadaa hirshabeelle joogaana baarlamaanka hirshabeelle iyo nimanka ku matala aqalka sare hirshabeelle u matala inay wada shaqeyn buuxda yeeshaan iyo madaxda dowlad goboleedkaba marka aqalka sare dadkii hirshabeelle laga doortay cid kusoo noqota iska yarba oo maxaa la yidhahdaa masiirkii hirshabeelle baahiyihii hirshabeelle dowladdii dhexe xiriirkii hirshabeelle kala dhexeeya raggii xiriirin laha waa ayagana ma shaqeyn marka in loo baahdo marka maxaa la yidhahdaa madaxda dowlad goboleedyada oo meesha interfera ku noqdaan waxyaabihii kalifay wa madaxda dowladda wixii weysay aqal sare la shaqeeya weysay aqal sare la shaqeeya hadday weysay muhiim waxaa marka inay dib ugu laabato madaxda dowlad goboleedyada maadaama ayagii guud ahaan dowlad goboleedka ay matalaayaan dowlad goboleedyada marka waxaa jira waxaa weeye interest ay leeyihiin tusaale ahaan hadda markii loo fiiriyo hirshabeelle oo kale iyo maxaa la yidhahdaa galmudug dowlad goboleedyada markii loo fiiriyo dowlad kasta waxay leedahay interest ay leedahay danayada u gaara iyo dowladda dhexe kaleeda marka waxaa weeye shirarka laisugu imaanaya haddii anigi dantiiga aan ka waayo ka hirshabeelle ahaan ima cuntanta marka wax meesha ka socda oo wax ii soconayo maaha waa in dantiiga aan ka helo waayo waa sida hadda puntland iyo jubbaland ay ku taagan yihiin puntland waxay ku taagan tahay aniga dantayda maxaa la yidhahdaa haddii aan waayo ciddii dowladda la socoto waa dacafo interestiga macnaha hadda adi aniga igu soo kabin weysay oo macna maxaa la yidhahdaa puntland sida hadda maanta ay taagan tahay waxay qaradaynayso wax u dhibaataynayso oo dowladda ay hor istaagayso horumarka ay hor istaagayso laakiin carqalad waxaa ula jeedaa carqalad waxaa ula jeedaa maalin waliba waxaad arkaysaa in shirarka loogu yeero dowladda ay ugu yeesto madaxda dowlad goboleedyada maadaama ayaga aan xaq u lahayn madaxda dowlad goboleed
أقل سنة وحقولها هذه واضح اللي هو وحي أقلدين نساء وصعد دولة أقلدين نساء وشركة أقلدين نساء لكن بنت لو حيكون دولة نساء إما ملذة ذلك كجرا أي هاي أطاي وتيجور ريسة طاي وحقل يكون دولة نساء إن دولة الصومالي وحبذا كان يستي وهشيس كي جرو وني جرو وتو مركا سو حق ومالها من هي وآيو ذا كارلان ودنو هو ذا دنت يكون متليان وعندن تو أي كارلان سو حق ومالها مسو على الله ذي نقولي وقت محل يلا محل يلا والدك وحلو باهية وحبو بيسا وحب الدنيا حقيقة ده ريان لاي والد ده ما قش وحبو بيسا وما أنت هدي أنا الوالد وأنا دلو والدك إن هدي وحن أو بقاك وينو نسوي على شوال هاد الدولة دولت كبلدان هو يدي فدرال كان هاي لاي هو يدي فدرال كوالا قولي يباني سلا عقب وحاوري السومالة سومالة احتراق من سينا لك ما إلاك ما هاي لاي سومالة وبذكر القولي وطمع موان ما وحسن هو هين دولة وحاوي محل إلى هذا اعتراف مستي منه وإيقا قوضه محل إلى هذا دولة كارك ولا مني ولي ولي أرنا بورسيس وحيا كنتشتا والدولة دي فدرال كوالا صاروا كلهم في جبل أنك بلاه وقولوا بقدر بودي هالشباب أي لد روتة وأي هوي روتة عادي هوي أي تغيير وحي وقاميسون نظام كوه قاميسين لا لكن مرة هذي اللي هي دولة دري حدا دش قيسي وحتى هي محل إلى ضعفة وواد عيسون هذي اللي هي محل لها ما خل عاد ما خش دولة دري أنت إلى عاد ما خش تقول قالوا ملاتهم وحتى هي محل إلى لا أريم سومالي مصير سومالي كان هذا ترى واتي هذا محل إلى وزير كود عدالة هذا النين يقول ما هذا هذا السياسي معه هذا النين أقوم له معه وعوان واحد كسر على ماشة ومصلحة ومضيق وهاي واحد شركة أفسيوني أو كسر على دولة الحين دولة دولة دوسو أيام ومصلحة ومضيق معه المحلية لا إسفيعس دولة دولة دي معه وحكم قد مرك إسفيعس المحلية لا هرمانيتا دولة دولة دي وإسفيعس كرانو وحسن خبصني وحسن خبصني وأسمو خبص كران لكن مركي لي على مصير وما ذا على هذا مصيرك وما ذا نيم وقت نازلان إنه وقت كيستام ودنيا موت هذا بقول له هذا وقت كيسن ويسعي إذا أنا دين هي قام ليش كنا أي وقت كيسن ويسعي وأي الشباب اللي محل لي هذا وقت نازل شيء شعب كي ودولة دي سومالية ومد دي سومالية وقت نازل شيء معنى هذا ما إنه ضعف أي تاع مرك هذا غير كسوير على وحاب هدا هرنا وليس هم بحياة جسم شعب كثير بقول له الله ما قبع ومحل لي هذا ما راح دوده يعني ما تحكم ما تكون جراوي، وحيكواي ينترستي الدولة دي لحيكواي، وعيق الربين اللي بقاله، سو مركا إني ضعف طعام وحيابها سووي. وين؟ وعربا هدي ما أنت اللي راهدو يهود عن دورش الصومالي، وعقبتك إني دورش دعوة، يا دي لحيد الداس يهود عن الصومالي دورش دعوة. هرت عقبته هرت عن ويبدينه. Somalia sidaad ka warqabto waxa jiray wax la yiraahdo commission madax banaan oo gudiga doorashooyinka madax banaan la dhahay oo xalimire hoggaaminayay gudoomiyaha way waati la arqaladeeyo maxaa la yiraahdo markay tirin waa muddo u baahanahay one man one boy aan qabanayna oo qofkan asiga shaqada loo diray asa yaqaano wadiiqadii in nidaamka uu marayo in lagu xisaabtamay lahayd Soomaa waati la arqaladeeyay oo la yiri ma dhici karto ma wax ismi karto nooca ma dhaqaaqi karaan inta inta laga qabaasan waa kan waa kan ma fahanta haddii wax walba laga gudbaa marxaladna waa lagu gudbaa anaga waxaan soo gaarnay in ugaasida iyo odayaasha dhaqanka xili ay geynaayeen baarlamaanka ay geynaayeen aan tol iyo qaraabo iyo midna aan lagala tashanin iyo qabiil toona aan soo gaarnay waxay gaartay xilliga xasan sheekh hadana maxaa la yiraahdaa in hadana doorasho dadban continue ku ruux ay doortaan marxalad kale oo lagu gudbo waayo dawladda aad waxay isku dayaysay horta waxa la yiraahdaa ingiriiska wuxuu dhaam isku day wuxuu ka wanaagsan isku day lacad hadda commission kan madaxa banaan waxbuu qorsheystay nidaam uu degsaday waxay ahayd in laga dhageysto laga dhowrsugo hadii uu ku fashilmo in loo wareegto dad marka interestigooda ka waayay one man one vote oo danahoodii ayaga ay lahaayeen ama markay fiiriyeen
u arkeen in qof kale maxaa la yiraahdaa shacabka ay jecel yihiin ama ahayn ayaga aysan shacabka maxaa ku leeyahay maxaan ku yiraahdaa aysan ku lahayn wax authority ah ama maxaa la yiraahdaa wax oo maxaa la raadad ah ama aysan ku lahayn shacabka markay arkeen ayaa waxay arqaladeen guddiga waa meesha la rabo in la fidneeyo mugta doorashada oo one vote guddigii la arqaladay xukuumaddii iyadoo madaxweynaha uu saxiixay one vote way is agtaagnaayeen maalintu saxiixay xafladdii uu ku saxiixay madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo ra-iisaraha markaas xascaal khayr inuu ahaa malaynaya oo madaxweynaha dhahay waddanka maanta laga bilaabo wuxuu aaday doorasho waxaa soo baxday marka waa la fiiriyey dhinacyadaa la fiiriyey waxaa soo baxday marka inaysan ayaga dantooda ku jirin one vote dadka saamileyda siyaasadda isku sheegay iyo qaar ka mid a maxaa la yihahdaa siyaasiyiinta haddaba ku jiro ee dowladda ku dhex jira danahooday ka waayeen waxay sameeyeen marka inay afgambiyaan guddigii horta meesha laga takhaluso oo la yihaahdo commission cusub hadda ee maxaa la yihaahdaa mid kale hala sameeyo waxyaabaha hortaagan carqaladaha way badan yihiin waxaa kaloo jira wax la yihaahdo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo iyagana waxay wax ka raadinayaan wax oo maxaa la yihaahdaa xalkeeda uu fudud yahay marna waxa weeye ummadda loo tanaasulaa oo waxyaabo maxaa la yihahdaa qaraara la rabaa ina la laqo marna waxaa la rabaa in cadkaaga la dhacsado ma taagan tahay horta xilli oo lis abstaa ku leeyo ama layska hor yimaado ma la taagan yahay waa may lama taagno shirarkii garoobe iyo maxaa la yihaahdaa iyo dhuusamareeb ka dhacaya sida aad ka warqabtid iyo baydhabo shirar badanaa lagu soo qaatay doorashooyinka lagu hadlaayo jirto tusaale ahaan 17 September heshiisaa la gaaray heshiiskii la gaaray maxuu u dhaqangeli waayey waxaa ku jiro marka dowlado shisheeyana gacmo shisheeyana waa ku jiraan waxaa kaloo ku jira maxaa la yihaahdaa interest dad oo danaystayaal ah oo rabo maxaa la yihaahdaa in danahooda hadday ka waayaan wax curyaamiyaan wax amaasan tahay in badan baad falanqaysay caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira soomaaliya maanta haddii adiga aad ahaan lahayd maxamed cabdullaahi farmaajo maxaad samayn lahayd horta nin kasta oo meel taga oo madaxweyne noqda istraatiijiyad iyo nidaam wax uu ku wada ayaa u degan dee aniga haddaan nidaamka dawliga ah ee dastuuriga ah ee maxaa la yihaahdaa baarlamaanka parliamentarial system haddaanan ka gudbin uu yahay hadda dee waxaan raaci lahaa matalaadda ummadda shacabka soomaaliyeed ee baarlamaanka ah nidaamka iyaga ay ansixiyaan oo ay isku soo raacaan waa ay garataa malaynaya oo dastuurkanu ku qoran ayaan raaci lahaa hadda dastuurkeena waxaa noogu qoran one vote nin kastaba in lasoo doorto baarlamaankiina way ansixiyeen haddana waa la sii arqaladayaba macnaheedu waxa weeye jiid aan ku jiida gacmo daalis wey ummaddaa la rabaa in la jahwareeriyo waana la jahwareeriyay qaybihii dambe barnaamijkeena soo gaarnay ugu dambeyn waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta hirshabelle wasiirna waad ka soo noqotay hirshabelle waqtiyo kala duwan ay soo martay mudaaxileedkii hore ee 4 sano ahaa laba madaxweyne ayay qaadatay haddana madaxweynihii 3aad oo noqonaya xukuumaddii 2aad ee hirshabelle ayaa dhowaan la doortay arrimaha hirshabelle maxaa ku muuqanaya ma hirshabelladii laga soo gudbay mid u eg mid ka wanaagsan mise mid ka daran wallaahi horta arrimaha hirshabelle waa arrimo maxaa la yihaahdaa sidii hore wax ka bedelan weeye middii horena aniga waa la soo shaqeeyey oo waxaan ka mid ahaa xukuumaddii maxamed cabdullaahi waa maxamed waare ayaan ka mid ahaa waana la soo shaqeeyey wax dhaqdhaqaaq oo maanta ay samaysayna way jirtaa oo ayada laftirkeedu ma xumayn laakiin hadda hirshabelle waxay ku soo aaday xili xasaasi ah madaxweynaha hadda jooga mudane cali cabdullaahi xuseen guudlaabe horta waa nin waaye araga oo xaqiiqdii waayo joog u ah hirshabelle iyo guud ahaan maxaa la yidhaha gaar ahaan gobolkaana madaxa ka soo noqday guddoomihii ka soo noqday wuu og yahay marka baahiyaha iyo caqabadaha jira asiga wuu garanaya ma ahan maxaa la yidhaahdaa nin loo meeri kara arrimaha hirshabelle ma aha laakiin wuxuu ku soo aaday xili maxaa la yidhaahdaa dowladdii dhexe culayskeeda uu badan yahay shacabka soomaaliyeed inuu u tanaasulo markaas uu ka shaqeeyo guud ahaan doorashadii dalka inay ka dhacdo
وحي أنه قتيمت محل إرادة مهم جار وصيني أرنت هير شبه اللي مركب جود مركب خاص وسود هذا كله وحي هاي ستها فرصة وكون أكسن فرصة هي هوري فرصة أي هاي ستها وحوي وحي ما أنت بدحوينه ونقضي نن محل إرادة أك مرحلة هير شبه اللي هو يأرق جوك ويجوك جوك وا هي هالشيء مركب فرصة دو هلو بدحوينه هاد الجوجا وحام وقنا يسوء إن هالشوية التي كبدلا كان طيران إن محالي هذا أي ما دون تهدو إلى هيا وحاجة رجب هذا أبو رمي ويكم التهاي جب هذا الموقع من يحود أدمودين مرك قاري عقبات كتهاي جلتان كهالشوية اللي يسي سعود كيدر أرمها هاسي سيدي حلو قاري كرا هرطة حود معها جبهد معها dadka waxay oo sheegay kara qofka bira waa marka meel uu tab jabhada ay wuu leeyahay kara anaga jabhad waa aragno hada jabhad nooc asma jabhad waa in loo dhanyahay oo ay tahay dad oo maxaa la yiraahdaa isku milan oo deegaanka guud ahaan ka soo jeeda inay noqoto ma ahan maxaa la yiraahdaa dad isoocay ayaga ama nin abar ruux ama saddex ruux wata ee duurka ku jira ma ahan maxaa la yiraahdaa jabhad ma aha xuut waa nin muwaadin hirshabeelle ah ka soo jeeda weey interestiga dano laha danta uu laa waxa ay ahayd inuu madaxweyne ka noqdo Hirshabeelle hada Hirshabeelle waxa u furnaa inuu tartamo oo maxaa la yiraahdaa ama ha lagu guuleysto ama yaa lagu guuleysan horta rag waa tartama hada adigoon tartamin hada bannaanka ka carooto oo hada maxaa la yiraahdaa maamulkaas jiray iyo nidaamkaas jiray wax ugu socdo ma aha aad tiraahdo waa mucaarad لكن ما عن جبهات ما مركز جبهات أبو رمي مجرى هرشوي اللي هرت جبهات كما جرتوا حقيقة الله قاعد الله جبهات وحاله إلى هذا جبهات إني أركتي لا ذهاي إن هدف أي لا ذهاي هدف وما أنت وحود صوبا بجي أو بنانك أو كهستي ما جرتوا لكن ولا يهاي دولة هرشوي اللي راهم ما أقول سنين بحوينا على اللي راهم ما أقول سنين هو شخص ده هذه رشوة الإيران ويك ترى زين أنا أقول الله هيرانا هيرانا ما أنت واتجي كنا أو شقذي دولة ويس عطاء دولة جولات كي شقذي ويس عطاء نين هو استهجي كنا من جست دولة جولات كي وحوي ودولة جولات لا اعتراف سيني هاي أو دولة فدرال ككم دواء نينك وحكة تورا يوم ميس ولا هذا لا وفرا ولا فدي سكر ما ضحدا وحلف دي سكر ما ضحدا فدرالك وحلف دي سكر عد كست وضنا وكدرينا مدحوينا مدحوينا كحجان ولي هاي مدحوينا كحجان ككسو جيد هيرش محلينا هيران كسو جيد هذه حدود عقبات وكتر سنة يو أما وكتر سنة يو محلينا دباتو وحال روا شعبك إنه صن دباتو أمور سيد هيران وحاكو فلان عقباتها هاي ستا دباتو هاي ستا كو فلان waxaa ku filan fatahadaha iyo cudurrada iyo waxa ka jira ku filan waxaa ku filan awaaraha iyo diilaanta ka jirta ku filan maanta hadii ilmihi maxaa la yiraahdaa ayadoo caqabadaha jira ninka og oo maanta foodo u sii horseeday shacabku muxuu ka gadmaayaa wuxuu ka gadmaayaa ma jirto madaxweynaha ku xigeenka waa jooga gudoomiye gobol ah jiro oo dowlad goboleedka Hirshabeelle meesha u joogo matalayaala u jiro waana dadkiisa dadka meesha jooga waa dadkii dadkiisa way ninki dadkiisa la fadhiisan waayo la hadli waayo waxa la yiraahdaa wax ay meel isla dhiga waayeen hada dawlad goboleed kala ma arqaladeen ka waa in qofka danta uu leeyahay ka hadlo weeyo waa in maxalada la fadhiisto miis wal hada la fadhiisto shacabku aan dhibaato loo horseeday inta maxal la yiraahdaa inta yar oo weelal uu wato duurka uu geeyay oo maxal la yiraahdaa duurka ugu jiro dhibaatada ku haysto waa laga ogyahay yiraahda dhibaatada ku haysto cudurra qarkood ku dhaca ma daawooyin ma helaan haddana waa COVID-19 baa jira daawooyin ma helaan waa muwaadiniin Soomaaliyeed gaar ahaan Hirshabeelle ka soo jeeda weey xaqii ay ku lahaayeen dowlad goboleedka iyo guud ahaan Hirshabeelle ama gaar ahaan Hiiraan ay ku lahaayeen ma helaan asaa duurka ku hayo marka muhiim waxa ah waa nin muwaadin Hirshabeelle weey hadii caqabad ay jirto ama tabasho Hirshabeelle uu ka qabo ay jirto waxa jira maxaa la yiraahdaa siyaasiyiin bay leeyihiin meesha uu ka dhashaa meesha madax ka madaxweynuhu ku xigeenay leeyihiin waxa leeyihiin gudoomiye gobol ay leeyihiin oo maxaa la yiraahdaa maamulkii ayaga wada haystaba oo gobolka Hiiraan waa in uu la fadhiistaa kala xaajooda xaaladda guud waa in reer Hiiraan in maxaa la yiraahdaa maxaa lahaa reer Hiiraan jabhada ku abuurantay iyo horta ma ka baxaan horta jabhada horta ma ka baxaan dad jabhad maanta oo maxaa la yiraahdaa u baahan ma yihiin
وادد نولول وباهن وي وادد نوات وباهن وي وادد دباتوين كهيستا إن لقبت بادي وباهن فتهذا كسو فولي أن أقول هاي وحا أرد كجراء عبرد اللقا داوين أي ماشي والعركة هايات مركة إن لا أبورو قال الله سكري أنيقا مقام أو تبين هل دقيقة أو صومالي قد هاني هل دقيقة هرشة بيلا قصينا يا هرشة بيلا قور مرم بحاجة بسوء جهدين إذا شعب كي ما لحد هرشة بيلا ما لحد هرشة بيلا حالة ده هرشة بيلا قد هان ويلا سعودان هو حكا قرسوان مجرد هر مرام بالله دي بدعوين هاد دراد وحو تقور شيق سيدات كور قبتو وحو عدل ما يهد وحو صور نقاح لقاي مشاريع هر مرين هدو صور نقاح لقاي مشاريع يكالان ويجيران way soo socdaan ee waxa la yiraahdaa madaxda Hirshabeelle dad looga sheekeyay maanta dhibaatooyada taagan iyo waxa Hirshabeelle u baahan tahay ma aha madaxweynaha Hirshabeelle guud ahaan uu ka warqabaa madaxweynaha ku xigeenkana sidoo kale maamulka gobolada iyo degmooyinkana sidoo kale in la wada shaqeeyo umadaan la badbaadiyo dhibaato jirto cudurra jiro abaarra jiro la badbaadiyo horumarkeedan laga shaqeeyo waxa uu soo jeedin lahaa way aragtiin waadna ku dhex jirteen shacabka way joogna wad u tihiin in umadda si cadaalad ah loogu shaqeeyo waxa la yiraahdaa dadka wax loogu dhiibayna ay noqdaan dad effective ah dad wax gal ah inay noqdaan ayaan rajaynayaa haduu ilaahay yiraahdo hirshay arimaha doorashooyinka Soomaaliya oo noqotay erbadii dabadeeda dunta lala raadinayay oo lala aha maxaad iyadu rajaynaysaa wallahi waxaan u rajaynayaa horta la taqnabu min raxmatillaah إلهي نحرستي صلى الله عليه وسلم دول قادة أي سمايين مدحة قاركود دول القوالات دي دا هوله أي اللي أي أديين شعبك إن محالة يرادا لبدا ودا ودا أي مرسيان وحان لي أي وكما تنتهين إلهي نعوارها إن كمريو قارهان وحان محالة يرادا إنت بدن أن محالة يرادا أن أدعيني أما أن محالة يرادا هم أهم بليني مدعوين قرقر ودو سمره دور جير سدح جير افر جير لغي محالينا دا جوجل و سومالي دو سوو كينا يو و دور شوين نظام اللوغو سمعين ايو مدح دي كالي اكو عرق تدعا سيدا مدح دينا هنا دول دقوريت كير شوين لأ مدن على عبد الله حسين واسينا دول قاد بدن سميه ايو نيغوتياشن وده حاجود بدن معارضنا اللفن ديستي محافظنا اللفن ديستي ومدنا او تنازولي باهيه سقارك عصوقه بو ايو امده هدنا او تنازولي كونفر قلبت سيدو كالي marka waxaan rajaynayaa inay ku soo milmaan oo ay ku aragtay ay noqdaan si shacabkan oo maxaa la yiraahdaa dhibaatadiisa iyo badbaadintiisa looga shaqeeyo mudan iyo jubalan waa ugu baaqayaa inay shacabku u turaan oo ay dawladda iyo ayaga ay isfahmaan oo umadaan loo jiheeyo wada doorasho hada waxaan sidaa mudada wadayaalintaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay xaaladda cakran ee doorashooyinka dalka iyo waliba arrimo kale oo ku saabsanaa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo xilligan mar dhow u yeelatay madaxweyne iyo madaxweyne cusub isla markaasina dhismaha golaha wasiirada iyo shaqadii kale ee dowladnimo looga fadhiyo barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay aniga oo shaasha ah waxaa marti igu ahaa أحمد عبد الله بشير أو أها وزير كيهورة وزارة شقادة شقالة هي الرمام والشدة دولة الشبلة مدر وزير أتكم مع الصنطعي إماتي كأعاد صوبة وقت استوديينا يا أقبال هذا ورئيسنا هذا هو ما سنتهين هذا هي شغالة هاجة وإنك ما هتعلينا يا حنرجينا يا إنا تسي ودان بدامي شدان وتي في قناة بلارسان وعيقلين تشعبك يهور مركو دنا أتكلا شقيسان دو إلهي هذا هو ما سنتين هذا كان سوداء